السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم بكورس الأخلاق الطبية مجددا. معنا ضيفنا أخونا الدكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن حتى الآن. فأخينا باسل، كيف حالك؟ الحمد لله، تمام. يا هلا أهلا طلال، وسهلا بالإجازة المطولة إلي وإلك صراحة. الله يخليك، الله يسلمك. طيب خليني أبارك لك أولا، إنه هلا كنت عم تحكي لي أنت ما شاء الله توقعت مع هارفارد، فأنت أوفيشالي بشكل رسمي أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن وهارفارد كمان، صحيح الكلام؟ صحيح صحيح، يا الله سيدي ألف يبارك مبروك. فيك. إيمتى حتى بدأت التدريس إن شاء الله؟ مع بداية السنة الدراسية إن شاء الله، اللي هي يعني على آخر الشهر، سبتمبر؟ على آخر أوغست أو بلشنا بأوك اجتماعاتنا نحن، بس بداية التدريس بآخر أوغست أول سبتمبر. جميل جدا، يعني خلاص بلشنا. طيب وفي خبر ثاني مفرح، خلينا نبشر او نشارك المشاهدين فيه، انه في عندنا او زملائنا الاطباء اللي عم يتابعونا، انه في انتم كانه في جمعيه الاخلاق الطبيه الامريكيه، وهي جمعيه موجوده واستابلش، فانت حديثا او قريبا حتبدا او بدات تشابتر تبع جمعيه الاخلاق الطبيه الامريكيه الاسلاميه، صحيح الكلام؟ يا صحيح ريت تحكي لنا صحيح اكثر عن الموضوع. صحيح. هلا جمعية الأخلاق الطبية الأمريكية هي الجمعية اللي بتجمع كل الأخلاقيين الطبيين بأمريكا، واللي هي تعتبر مورد أو مصدر يعني للمعلومات أو لحل المشاكل الأخلاقية الكبيرة، واللي هي بتعمل البوليسيز والقواعد وهالقصص هي. ففي عدة شباتر وفي عدة اهتمامات. اللي أنا لاحظته إنه ما في كان سابقا قسم للأخلاق الطبية الإسلامية، فوالله رفعت طلب، يعني اجتمعت مع عدة أشخاص عندنا نفس الاهتمامات، ورفعنا طلب لرئاسة الجمعية الأمريكية إنه نحن هذا جزء مهم لنا، يعني بحكم خصوصية الدين الإسلامي والناس الشرق أوسطيين اللي جاي من مناطقنا، يعني في لنا أخلاقيات محددة. فالهدف إنه نحن نفتتح قسم خصوصي لحل القضايا الخلافية الأخلاقية الطبية الإسلامية، وإن شاء الله بتكون مورد للجميع، يعني جميل للناس جميل المقيمين هون أو جميل الناس المقيمين بدول تانية وحابين يعني يستشيروا بهالقضايا هاي. امتى حيكون هالشيء عملي او بشكل واقعي يصير؟ يعني انت هلا بدات المشروع او بدات الموضوع، اخذت الابروفل عليه، فانت بدك عده اشهر او ربما اكثر، انت حتجتمع مع ناس من حول امريكا، صحيح الكلام؟ صحيح صحيح. نحن أول اجتماع للجمعية الأمريكية للأخلاق الطبية، أو الاجتماع الشخصي، راح يكون للكونفرنس، الأنيوال كونفرنس، المؤتمر السنوي، راح يكون بشهر أكتوبر. فناويين بإذن الله نعمل أول اجتماع بشكل شخصي وقتها، وبعدين بنبلش بضم الناس اللي احنا بنعتقد إنهم مهتمين وممكن يفيدوا بهذا العمل. يا سيدي بتمنى لك النجاح، وانا واثق انه حيكون شيء ناجح. انا بعرفك شخصيا وانا واثق فيك، واعطيك الله هي يسلمك، يعني ما شاء الله، ان شاء الله بنستفيد منكم جميعا، وان شاء الله يا رب يكون هذا الشيء لخدمه المسلمين بامريكا، آمين. اضافه لمسلمين الشرق الاوسط، للعرب والمسلمين بالشرق الاوسط لاهالينا. وهذا الشيء ممكن ان شاء الله يكون، انا يعني عندي اقتراحات لك لاحقا مع الاخلاقيين الطبيين بالسعوديه، بالمملكه العربيه السعوديه، في اطباء مميزين بهالموضوع، فممكن يكون في تواصل رسمي ان شاء الله، نعم يكون تأكيد، لخير الناس جميعا. آمين. انت يعني لازم جبنا تحلاية، يعني انت بدك تقلب لي اياها على انه الاف وورد، يعني يا باسل معقول؟ والله هي الاف وورد شغلتها شغله، هي كيف ما بتترجمها فهي كلمه صاحبه مشاكل طيب ولها يعني دلالات معقول، يعني كبيره. عم ببارك لك نحن وكل عام، يعني كونجراتيوليشن، بتيجي تقلب لي اياها اف وورد يا باسل صراحه. طيب انتوا الاخلاقيين ما شاء الله، انتوا جماعه اخلاق طبيه، شو هي الاف وورد تبعكم؟ بالنسبه لنا احنا بدي اقول شغله على الاف وورد، عاده بتترجم بالتلفزيونات انه قلعنا، فنحن كمان لما بنسمع الاف وورد بمجالنا كمان بنقول قلعنا، انه منين طلعت من هالقصه. هي شو هي الاف وورد فيوتيليتي، تبعكم؟ هي فيوتيليتي او فيوتايل كير. اوه، الفيوتايل كير او الفيوتيليتي. طيب خليني اترجم لك اياها للعربي وبعدين تقول لي معناتها. وطبعا واضح انه هي كلمه خلافيه عنكم بمجتمعكم، بدليل انه انتم ما بتحبوا تقولوها، مثل ما الاف وورد العاميه صراحه انتم عندكم الاف وورد تبع الفيوتايل كير او الفيوتيليتي. الفيوتايل كير تترجم انه الفيوتيليتي اللا جدوى، اللا جدوى، والفيوتايل كير هي المعالجه غير المجديه. شو رأيك تعرف لي إياها بشكل سريع؟ هلا ما في تعريف موحد، وهي أي احد مشكلتك؟ الاسباب نحن بنسميها الاف وورد، لانه ما في تعريف موحد يجمع عليه كل الاخلاقيين الطبيين، ولكن في صفات عامه ممكن نحكي فيها، واللي هي انه هذا العلاج راح يكون اول شيء ما له نفع او لا يخدم، يعني ما له نفع للمريض او ليس ضمن الريكومنديشنز او المقترحات او التوصيات الطبيه لحاله هذا المريض، أو في حال كان هذا الإجراء رح يسبب ضرر أو يوقع ضرر شديد دون الوصول لهدف المريض.
دون وصول لهدف علاجي ذو قيمة. نعم نعم المشكلة انه نعم كلمة ذو قيمة هي هون بنختلف عليها، شو هي القيمة الحقيقية؟ طيب انا حاضرب لك امثلة، يعني انا ما بدنا نحكي كلام نظري مشان يكون كلام عملي شوي، وزملائنا اللي عم يتابعوا انه يعني ريليتينج انه يربطوها بحياتهم اليومية. انا عندي مريض عمره 55 سنة وطيبر عمره، يعني اجى على قسم الطوارئ بتوقف قلب، توقف قلب صار بالبيت مش بالطوارئ، اللي ما له مشاهد اسمه، هذا بيكون انذاره أسوأ صراحة. ولما نوصل لقسم الطوارئ اجى بحال توقف قلب، الله اعلم قد يصل له قلبه موقف، وبدأوا الاطباء انعاشه، ان كان انعاش مطول طول، وكانوا شافوا شب للمريض وقالوا انه لازم نعمل جهدنا عليه، وعملوا جهدهم والله يعطيهم العافية وما قصروا، رجعوا قلبه يشتغل، رجع قلبه اشتغل، وبعد انعاش 30 دقيقة أو 45 دقيقة حطوه على المنفسة ونقلوه على قسم العناية المركزة. المريض عنده ضعف شديد بعضلة القلب تبعه، لأنه في عندك انعاش، فأعطوه دواعم للقلب، في هبوط بضغط الدم تبعه، أعطوه دواعم للضغط، كان ناقصه شوية سوائل، أعطوه شوية سوائل، توقفت الكلية عن العمل عنده، حطوه على جهاز الغسيل الكلوي، وبلشت حتى خمائر الكبد ترتفع عنده، بنسميه شوك ليفر، يعني صدمة، يعني هي علامة سيئة جدا صراحة بالطب، زملائي بيسمعوا الكلام بيعرفوها، فنحن بنسمي هذا مولتي اورجان فيلير، قصور أعضاء متعددة. طبعا قدموا له كل العلاج المطلوب كما يجب، مثله مثل أي مريض تاني، صبروا عليه أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وقت هون بنعمل التقييم العصبي وعلى اساسه بنقرر شو انذار المريض. المريض ما هو برينديد، ما هو موت دماغي، بس في عنده انوكسيك برين دامج، يعني صوروا الدماغ تبعه، في عنده نقص اكسجين شديد على الدماغ. فالمتوقع بهيك حاله طبعا عملوا المنعكسات، هيك يعني ما بدي احكي كلام طبي تفصيلي، بس يعني هذا خلاصه الكلام، لما بتعمل تصوير وبتلاقي انوكسيك برين دامج بتوقف السيديشن، وقفوها، فطبيب الاعصاب اللي هو مختص الاعصاب قال انه في عنده نقص اكسجين شديد بالدماغ بسبب توقف القلب، واللايكلي من غير المحتمل انه يرجع يصحى هذا المريض. هذا المريض بعده على أجهزة دعم متعددة يا أخي باسل، على دعم للقلب عم ياخذ ديبوتامين، ودعم لضغط الدم عم ياخذ 2 من دواعم القلب، عم ياخذ نور إبي وبيزوبرسين مثلا، وعم نعمل غسيل كلوي له. طيب هذا المريض الليلة يعني بلش ضغطه ينزل مجددا، ما عم يستجيب للدواء، وصلنا للماكس بنسميها، وصلنا للدواعم بالجرعات القصوى تبعنا، نعم ولهلا يعني ما عم يستجيب، شو الحل؟ خليني بس كمل النقطة عفوا مشان أكون دقيق معك. وقف قلبه، فهل انعاشه بهالحالة هو فيوتايل كير ولا لا؟ هلا بدنا نرجع نقيم الموضوع بناء على أهدافه، أهداف المريض، وبناء على أهداف الفريق الطبي من إنعاشه، وبناء على النفع والضرر اللي ممكن يصير له نتيجة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. شو الهدف من هذا الإجراء؟ هل الهدف منه هو إعادة المريض على قيد الحياة ولا لا؟ إذا كان الهدف منه إعادة المريض إلى قيد الحياة أو الحالة اللي هي كان فيها قبل عملية الإنعاش، فهي إلى إجراء معين أو فكر معين، غير إذا نحن عم نفكر إنه نحن بدنا نعمل له هاي، بدنا نعمل له الإنعاش القلبي الرئوي مشان نرجعه للحياة، ونحن متوقعين إنه يرجع للحالة السابقة اللي هو كان فيها، إنه هو ممكن يرجع الأجهزة تبعيته تتحسن، ممكن يخرج من هاي الحالة. إذا نحن واثقين تماما وأكثر من رأي قال إنه هاد حتى لو استمر قلبه بالنبض المريض ما راح يتحسن، ما راح يتم فطامه مع الأجهزة، وما راح يرجع للكونشس ليفل تبعيته او مرحله الوعي، فبهي الحاله ممكن يتسمى فيوتايل كير او فعل غير مجدي. المثال اخر، طيب خليني على نفس تفضل. المثال، ما بالك لو قلت لك انه الانعاش التالي هيكون تكسير لاضلاعه وغالبا ما حيرجع يشتغل القلب، يعني حتى نسبه نجاح الانعاش، اذا اعتبرنا ايه كلمه، طبعا نجاح الانعاش كلمه فضفاضه، حتى لو قلنا انه نسبه عوده القلب للنبض مجددا لو توقف قلبه نسبه كثير محدوده، اقل من 1% حقيقه. فألا ينطبق عليه شعار او مصطلح طبعا طبعا، الفيوتايل كير بهالحاله؟ وهذا اللي كان انا بدي اقصد فيه، انه مثال اخر، انه في حال عمليه الانعاش القلبي الرئوي ما راح تكون ناجحه، نحن بنعرف انه ما راح تكون ناجحه وراح تعود بالضرر عليه. هلا الضرر مو بس مثلا تكسير الاضلاع، مو بس الالم او المعاناه اللي ممكن يتم عنها، ولكن في بعض الحالات حتى عمليه الانعاش القلبي الرئوي يعني نتيجه يعني الانوكسيا اللي عم تصير بالدماغ ممكن كمان تسوء الحالة العصبية تبعيته، فهذا كمان يعتبر ضرر. فهدول حالتين إضافيات ممكن يعتبر فيهم العلاج هون فيوتايل بهي الحالة.
تمام، يعني نحن عم نحكي عن حالة ربما أنا أظن أغلب أطباء زملائنا رح يتفقوا معي إنه هون مهما عملت للمريض ما حتقدر ترجعه، يعني مهما عملت أنت عم تسيء للأخلاق، يعني أخلاقيا لو مش أخيني كلمة أخلاقيا مظبطة هون، يعني عم تسيء لكرامة المريض، إنه كرامة الميت دفنه، أنا إنعاشك هون وأنا شايف هي الإنعاشات حقيقة، فما بالك لو عمره 90 سنة وكذا ونفس الشروط عليه، أنت عمليا عم تعذبه بآخر لحظات حياته اللي هي أنت شايفها إنه انتهت أصلا. نعم، هلا بس في نقطة هون، المريض لسه ما مات، فنحن قبل ما نقول إنه إكرام الميت دفنه هو لسه ما مات، وهذا شيء ثاني. في وهي عادة مشكلة نحن بنواجهها مع المرضى، إنه خاصة لما بنقول لهم إنه نحن بنعتقد إنه إنعاشه للمريض رح هو فيوتايل، وبناء عليه رح يعني يا إما نحن ما رح ننعشه، يا إما بنشجعكم إنه أنتم توقعوا دي إن آر أو دي إن آي اللي هو عدم ورقة عدم الإنعاش. ومنكون واضحين جدا معهم انه عدم انعاشه لا يعني توقفنا عن علاجه، نحن مستمرين بخط علاجه، نحن مستمرين بدعمه، ولكن توقعاتنا انه هو في حال صار عنده توقف قل هذا الاجراء ما راح يعود للحياه، وبالتالي هذا الاجراء فيوتايل وبالتالي ما راح نعمله. طب انت بس مشان ارجع دقيق على كلمتك انه ما راح توقف عن علاجاته، العلاجات غير الغازيه غير النون انفيزيف، يعني اعطاء الادويه ما له مؤلم، اعطاء الكذا ما، طبعا بس طبعا طبعا الانعاش بحد ذاته هو شغله مؤلمه، ويعني بنعتقد طبعا انه هي حتنعكس بالاذى على المريض، اذى نحن ما بنقدر نقدره لانه هو اصلا بحاله سيئه جدا جدا. صحيح. وعادة أنت كمان ممكن راح تفهمني بهالنقطة يمكن أكثر من ناس مستمعين أكثر بحكم شغلك بالكلى. عادة النقاش بعدها بيكون بعد عملية النعش القلبي الرئوي، هل نحن راح نستمر بالغسيل الكلوي ولا لا؟ هل عملية الغسيل الكلوي هي أيضا فيوتايل كير ولا لا؟ وهي هلا بيكون انا النقاش ضربت فيها شوي المثال أصعب. الشديد الاكبر صراحه، قبل ما ادخل بهي التفاصيل اللي هي ربما بصير في عليها خلافات كثيره، لانه دائما احيانا طبيب العنايه بيتخانق، بصير كوني طبيب عنايه سابق بيتخانق مع الاطباء الثاني، طبيب الكلى مثلا، طبيب الاورام، انه هل هي فيوتايل ولا ما انا فيوتايل. انا رح اضرب لك مثال ابسط مشان ما يظنوا الزملاء انه نحن عم نحكي عن الفيوتايل كير فقط، الفيوتايل كير فقط بحالات الحياه والموت. انا طبيب زرع كليه حاليا، وكلية المزروعة في إلها عمر محدد، يعني نحن بنتوقع مثلا عمر الكلية اللي ديسيز دونر يعني من المتبرع دماغي 10 سنين، هذا هو وصلت إلى عمر الكلية، وممكن تطول أكثر طبعا. الكلية الحية ممكن تطول 15 سنة وربما تطول أكثر، بس هذا هو وصلت العمر لو جمعت كل المرضى مع بعضهم. فنحن لما بيجيني مريض زارع من 15 سنة أو من 20 سنة مثلا، والكرياتين تبعه كان عم يترقى تدريجيا على مدى السنوات، يعني نحن بالعرف الطبي تبعنا كل الاطباء شايفين الكليه عم تفشل، وهذا متوقع تتدهور تدريجيا. احيانا بيصير انه بيرتفع الكرياتينين بشكل مباشر، بشكل مفاجئ، بشكل غير متوقع، يعني كان 2 وصار 4 مثلا، او كان 2.5 وصار 4 مثلا. فاحد الاطباء بيتشاطر وبيعمل خزع للكليه، او ربما بنعمل خزع الكليه، يعني انه خلينا نشوف شو صاير جوا الكليه، شو هو مدى التليف اللي موجود بالكليه. فالتليف هو قديش نسبه النسيج الندبي، يعني انه قديش في سكار جوا الكليه. فاذا نحن هذا التليف اللي هو الفايبروسيس بسموه، انه زادت نسبته عن 70% بعرف اطباء الكليه حاليا، نحن ما بنعالج. لان لو كان في رفض بال30% الثاني، مش ما قصدي ما بنعالج، لو كان في عندي مثلا 70% تليف وفي عندي ريجكشن رفض بالتهاب يعني بال30% الباقيات، فلحتى تعالج انت هدول الرفض لازم تعطي ادويه قويه كثير اللي هي الثايمو، وتعطي كذا وكذا، وهي الادويه في لها ضرر، مو هي ادويه والله انه هي بناين، هي ادويه سليمه مثل حبه الباراسيتامول. فنحن بنقيم الخطوره مع الضرر مع اصلا الفائده المتوقعه من هي الكليه اللي هي عمرها طويل وفيها نسبه تليف عاليه. فبكثير احيان لما بنوصل لهذا الموقف بنقول انه هذه فيوتايل كير. فهل تتفق معي انه نحن رفض علاج هذا المريض، رفض علاج الكلية هي، هو فيوتايل، ولا برأيك انه اخلاقيا ربما يكون كلامه مو دقيق؟ هون انا بدي ارجع للبوليسي المحدده عندك في كل بالمستشفى، لانه كل مستشفى لازم يكون معرفين الفيوتايل كير بالنسبه لهم. ولكن بالنسبه لي انا لما عم بسمعك هلا فالهدف من اخذ الخزعه وبعدين علاج المريض هو انه انت تخلي الكلى تبعيته او تظبط له حاله الكلى تبعه وتنزل له كرياتينين. ولكن يبدو انه الاجراء تبعك ما راح يمشي بهذا الشكل، ما راح يوصل لهالنتيجه، وبالتالي هذا يعتبر إجراء طبي غير ذو قيمة طبية، يعني ما في له قيمة طبية. وأنت قلت لي نحن في اتفاق بيناتكم أساساً بأنتوا بأطباء الكلى أنه 70% تليف و30% في عندك ريجكشنز، فأنتوا أساساً ما بتعالجوا، فعلاجك يعتبر خارج الأطر الطبية اللي أنتم متعارف عليها كأخصائيين.
انتوا اطباء كليه، مو انا كطبيب عنايه بيجي بقول لك لا انتوا في لسه في 30% شغاله، وطبيب الكبد بيقول لك زبطونا اياه، انتوا الاخصائيين قررتوا انه هذا العلاج خارج الجايد لاينز تبعيتكم، فصار يعتبر علاج غير ذو قيمه طبيه. هلا الحاله الثانيه لا تنسى انت كمان بنفس الوقت قلت لي خليني تفضل. اسمح لي بس خليني اعلق على كلامك، انه انت عم تقول لي انه احنا متفقين، احنا متفقين بس اتفاق غير مكتوب باسل، هذا تقدير يعني، هذا جادجمنت، هذا محاكمه طبيه، نحن كمحاكمه طبيه لك معظم الاطباء راح تقول نفس الكلام، بس ما في بوليسي. لو في بوليسي انا ماني مضطر اكتب كل الفيوتايل كير، ما ممتاز بتقدر تعمل بوليسي اني والله لا تعالج هدول المرضى، لا نحن من حاله لحاله، بس معظم الاطباء لو جبتهم على نفس الحاله هيقرروا على نفس المريض غالبا، بس ما انه مكتوب هذا الكلام يعني، ما هلا بتقدر، أنا ما في شيء انه يحميك والله بالمحكمه اني والله انا في عندي بوليسي، لذلك نحن هي الاف وورد اصلا. من الصعب انك تلاقي بوليسي لكل شغله، ولكن اذا انتم عندكم جايد لاينز، هو جايد ما لاينز بتقول لك كلمه جايد لاين شيء مكتوب؟ لا ما في شيء مكتوب. اذا ما عندكم اياه، فهون وقتها رح نرجع لاستشاره اشخاص ثانيين. هلا هون وقت البوليسي تبعيت المستشفى لازم تكون موجوده عندك، انه انت في حال الحالات الخلافيه او شاكين انه في عندكم اف سيتويشن، فانتوا وقتها بشو البوليسي تبعيتكم؟ المستشفيات اللي انا اشتغلت فيها غالبيتها بتاخذ راي طبيب اتندنج او طبيب مشرف اخر، وشوفوا هل متفق هو مع الطبيب هذا، وعاده بيكون طبيب غير متداخل بعلاج المريض، ما له اي علاقه فيه، وكثير احيان يعني بيحاولوا حتى يغيروا اسم، يعني ما يقولوا له اسم المريض مشان يكون كثير اوبجكتيف، مشان ما يعرف حتى مين هو الطبيب اللي عم يعالجه، مشان ما يكون في بيناته علاقه صداقه او شيء. وفي حال بعد هدول لسه ضل في انه خلاف، سواء اهل المرضى ما وافقوا او الطبيبين عطوا اراء مختلفين، ممكن تجيب طبيب اخر من خارج المستشفى بسموه اندبندنت سكند اوبينيون، بتجيب انه راي اخر مغاير مستقل عن المستشفى وبتقرر. عاده اللي انا اللي شفته يعني باغلبيه المستشفيات، اذا انت اخذت 3 اراء من 3 اطباء اخصائيين وقالوا لك هن متمكنين اخصائيين، قالوا لك انه ما راح توصل لعلاج، فهذا يعني بحل مكان البوليسي، ونحن هذا ممكن انت تتعامل معه على اساس البوليسي تبعت الفيوتال كير انه هذا الاجراء صار غير نافع بتقرير الاخصائيين. طبعا بس انت هون عم تفترض الحاله الأسوأ انه يكون في خلاف كبير بين الاطباء وبين الاهل. هلا نحن عاده صراحه بمرضى الزرع بالذات، لانه هن مرضى الزرع تبع مركزنا، وهذا شيء له خصوصيته، انه انت كل مركز زرع بيقرر على اطباء وعلى مرضى، يعني انا مثلا لما يكون مريض زرع بمشفى ثاني حتى لو اجى عم يتعالج عندي، لما بدي اقرر عليه حاله ما باخذ القرار بنفسي، بتناقش مع الطبيب وبتصل فيه تليفون بقول له انا عندي هيك 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 وانا ناوي اعمل هيك، كنوع من الاحترام لانه الطبيب اللي عم يعالج انا عندي نعم الاطاله. ايه فانا الشاهد انه اللي عم تحكيه انت بالحالات الاكستريم، الحالات الشديده، يعني يكون في عندي خلاف كبير بين الاهل والاطباء، وربما بنعرض حالي، اظن عرضت على مره تشارلي جاراد اللي هي خلاف بين كان الاهل وبين بين المشفى وبين الاهل على موضوع الفيوتايل كير. فلما بيكون في خلاف صحيح كلامك، بس اذا ما كان في خلاف وانا قررت انه فيوتايل، هل هذا بيحميني بالمحكمه لو بالايام حدا قرر انه تعال يا فلان انه ليش ما عالجت هذا المريض؟ يعني احنا بالنهايه ما عالجت المريض، انت حرمت المريض من علاج، راح يفكرها بعض الناس انه انت منعته من العلاج. هون دخلت عدة أشياء، في شيء اسمه day to day ethics، اللي هو مو إنه كل مشكلة بتوصل للإثكس كوميتي أو بتوصل للإثيسيست تبع المستشفى أو الأخلاق الطبي تبع المستشفى، وهي أشياء أنت بتضطر تاخذها قرار تاخذها كل يوم بشكل يومي على حسب المرضى اللي بتشوفهم. هون بقى بترجع أنت إلك كطبيب ومدى الوعي تبعك، الأويرنس تبعك بأخلاقية المشكلة، وهل هذا الشيء فعلا هو مشكلة أخلاقية إلك أو متوقعة تكون مشكلة أخلاقية للعائلة أو المريض. إذا أنت متوقع أنه تصير هي مشكلة إلك أو للمريض، فلازم أنت تتراجع مع القسم القانوني بالمستشفى وتقول لهم أنا هيك 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 صاير معي، وتإسكليت وترفع الموضوع للإثكس كوميتي. في حال أنت شايف أنه لا هذا الإجراء عادي وأنت متصالح مع نفسك فيه ومتوقع أنه المريض العادي أو الأفريج بيشنت يتقبل هذا الشيء، أو غالبية المرضى ممكن يتقبلوا هذا الشيء، فأنت بالسيف سايد. هلا كمان بيرجع حسب وين انت عم تمارس الطب، في دول بتلاقي على حاله واحده ممكن تغير لك قانون كامل. فبتمنى انه انت ما تكون من الاطباء الغير محظوظين وتطلع هاي الحاله لك. انا دائما اللي بشوفه الاسلم بهيك حاله انه انت تكون مناقش الفريق القانوني من قبل وعندك توجه واضح انه انا هالحالات بواجهها كثير، شو البوليسي تبعتنا بالمستشفى، تفهمها وتحاول تمشي عليها، اذا ما عندكم حاول تبلش تعمل بوليسي.
إذا ما عندكم على الأقل خبر رئيسك وهن يعني رؤسائك بالمستشفى وهن بيجتمعوا بيحاولوا يعملوا بوليسي. هلا نحن مره ثانيه ما في شيء مكتوب دائما، هي 70% هي شبه اتفاق شفهي ومعروف عند كل الاطباء، بس مثلا انا بقول لك على حد نسبه اقل من هذا الشيء صراحه، انا مره من المرات اجتني مريضه وطلع الفايبروسيس تبعها 40% او 50% حقيقه، بس هي ما اذا كان عمرها 70 سنه وكنت انا متوقع، وهي سبب الرفض تبع انه هي مخربطه خطا كبير بالادويه بسبب مشكله عقليه عندها، يعني انه هي الكير جيفر تبعها غاب عنا، ما بدي ادخل بالتفصيل كثير، بمعنى اخر انه المشكله حتستمر عندها، ما انحلت، يعني ما اني والله اجت بنتها معها، ما معها حد ابدا، فحتى لو عالجت لها الريجكشن تبعها بادويه كبيره كثير وممكن تدخلها باختلاطات كبيره صراحه، راح ترجع حتى لو شفيتها من المشكله، يعني او على الاقل تجاوزت المشكله مؤقتا، حترجع فيها من مره ثانيه، فانا هون ما كان الموضوع بهالصلابه عندي، يعني الكيس تبعي صراحه شويه ضعيفه، فانا ناقشتها مع زميلي وطلبت من زميلي، من احد الطبيب رفيق زميلتي بالقسم، انه تشوفها اليوم الثاني، تعالي شوفي واعطيني رايك فيها على ارض الواقع، ما انا بدي اقدم لك اياها، نعم. واتفقنا ثلاثتنا انه نحن ما نعالج. فكان هون يعني انا مره ثانيه مثل ما انا برجع باكد على نقطتك، انه انت ممكن تسال تستشير زملائك، وربما اذا اتفق اذا لقيتوا ثلاثه متفقين صعب يتفقوا على باطل، يعني لا صعب ثلاث اطباء وخاصه اذا انت ما انت لازم تقدم، يعني انا بحالات معينه مثلا انت بدك تخدم المريض وبنفس الوقت ما بدك تظلمه، ما تقدم المريض بنفسك، يعني انا رايي انه هذا ما يتعالج مثلا، فانا بقول لك يا باسل تعال شوف الفايل لحالك وناقشه وشوف لي شو رايك فيه، ما راح اقول لك انا شو اخذت قرار، نعم ربما هذا بيكون نوع من الحياد بهذه الحالات. صحيح، ولكن حتى تكون حيادي أكثر يفضل بهيك حالات أنه تستشير أيضا شخص من برا المؤسسة تبعيتك، لأنه أنتم كلياتكم ممكن شخص من أسرة هذا المريض يقول أنتم كلكم عندكم نفس المصلحة، أنه أنتم بلشتوا أنه ما أنتم ما عم تاخذوا مصاري كافية من التأمين لأنه شيء ماكسد أوت، وصلت للذروة تبعية الدفع تبعها، فأنتم كلكم بتكون تمشوها وإن كان مو هذا قصدكم. لما بتجيبوا شخص اخر من خارج المؤسسه الطبيه تبعيتكم هو كمان اخصائي وخبير وقال انا معاكم بهذا الراي، وهذا بكون يعني اضفت بس طبقه ثانيه للحمايه. هذا موجود بالبراكتس فعلا، بس لما بيكون في مشكله، يعني انا ما بنفسي ما رحت لما مشفى ثاني اني اعطي رايي بسموه راي المحلف الطبي او شو بسموه، نعم انه نعم بيراجع نعم الكيس، بس انا من زملائي في ناس عملوها بالسعوديه وحتى ربما بامريكا شفتها مره، انه انت جاي كضيف بتراجع الفايل وبتاخذ قرار، والله يعطيك العافيه. صحيح. طيب هلا صراحه بنرجع لحالتنا الاولى هي الاند اوف لايف، انه نحن امتى الدي ان ار بيكون يعني هو قرار صحيح، بمعنى اخر نحن ما عم نحكي عن انه والله المريض ما بده ما بده يعمل، هو قال انا ما بدي الدي ان ار او ما بدي عفوا انعاش، نحن كاطباء قررنا انعاش بحاله هذا المريض هو فيوتايل كير. خليني اقول لك اياهم باختصار الشيء اللي جمعته بعقلي صراحه وشوف اذا انت بتوافقني او لا. هلا مرضى القصور الكلوي، مرضى القصور الاعضاء النهائيه، هلا مرضى قصور الاعضاء المتعدد بالادب الطبي نسبه الوفيات تبعهم 95% او 99% صراحه، فهدول مهما عملت لهم مهما عملت، يعني هدول الحالات اللي بيكونوا هن اصلا ساعات ليموتوا حقيقه، فالنقاش حتى الاخلاقي فيهم ربما ما يكون ذو قيمه كبيره، لان هم صح اصلا ميتين ميتين، هو الشاهد انه هو انت حيموت خلال ساعات، الافضل ما تعملوا انعاش، بس انا بحكي بحالات الثانيه حقيقه، الحالات البارده نوعا ما، واللي هي فعلا بيصير فيها خلاف احيانا مع الاهل، احيانا مع الاطباء الثانيين احيانا. هلا لما بيصير في قصور عضو وحيد، فلو قلنا قصور كلوي نهائي صراحة مو مبرر ابدا الواحد يكون انه والله هذا فيوتايل كير، القصور الكلوي النهائي فينك تغسل له ويتم 20 30 سنة على الغسيل، صحيح وبالتالي ما هو فيوتايل كير ابدا، فينك تعمل له اي علاج مثله مثل اي مريض ثاني. بس لو قلنا تشمع كبد نهائي، تشمع الكبد النهائي ما بعرف اذا انت مرقوا عليك هذول الحالات نعم اخلاقيا، هذول المرضى حقيقة يا اما بتزرع له كبد يا اما بيكون قرروا اطباء الزرع انه هذا مانو مناسب لزراعة الاعضاء. فهذول المرضى لما بيتدهوروا اي تقديم اي علاج لهم حقيقة الا يعتبر فيوتايل كير؟ هلا انا بالنسبه لي لا يعتبر فيوتايل كير صراحه، لانه بالمناسبة انا قلت لك تحت الهواء عم اقول لك يعني على الهواء للزملاء، انا وياك مو متفقين دوما، لانه انا نعم بمثل الجانب الطبي وانت اصلا منصبك الحقيقي هو انه انت الادفوكيت تبع المرضى. صحيح صحيح فانا وياك على طرفي نقيض بين المواضيع احيانا. نعم. ليش انا ما بقول لك انه هو ما نفوتها؟ ليش؟ لانه شو الهدف من هذا العمل؟ شو الهدف من الانعاش القلبي الرئوي بهي الحاله؟ الهدف هو اعادته الى قيد الحياه. هلا ممكن هو يكون معه بقيان سنه، ممكن يكون بقيان معه سنتين، ممكن ثلاثه، ممكن 10. تشمع الكبد النهائي، اذا انت كطبيب فيك تعطيني تايم لاين
وتتفقوا عليه كثلاث اخصائيين او اخصائيين، او حسب انتم كم الاخصائيين موجودين، تتفقوا كلياتكم انه هذا المريض راح يموت مثلا بعد شهر او شهرين، وقتها انا بقعد افكر. ومع هيك بقول انا هذا الشهر او الشهرين المريض اولى فيهم. اذا نحن عم نحكي على ساعات بقول لك اوكي فيو تايم. ايه بس المشكلة يا باسل انه انت عندك الموارد المحدودة، انت هي نعم. نقطة مهمة جدا. هلا النقطة الثانية، انت بمرضى التشمع حقيقة اذا ما كان مناسب للزراعة، الانعاش ربما ينجح بانه يعيد القلب للنبضان، بس ما بينجح بانه يعيد المريض، يطلع المريض خارج العناية المركزة. يعني هو بيرجع بينبض قلبه وبينحط على جهاز التنفس الصناعي وبيقعد على المنفس ايام وبيطلع وما بيطلع من العنايه. هذا بنسميه نحن انه ديسشارج فروم اي سي يو، يعني احنا بنسميها نحن المعايير تبعنا بالنسبه للانعاش القلبي. عندك 5 نقاط لازم تطلع فيهم، 4 نقاط، الروسك اللي هي استعاده النبضان، وهذه ما هي تارجت بحد ذاتها، استعاده النبضان ما صحيح، هو هدف. علامة. نعم انا الهدف اللي بعده بدي يطلع المريض من العنايه، الهدف اللي بعده بدي يطلع المريض من المشفى، والاهم انه بده يكون طالع من المشفى ماشي على رجليه بوضع عصبي جيد. انا ما بدي اطلع المريض على حاله نباتيه ويكون عبء على اهله، ويكون اذا ما رجع لحالته الطبيعيه الاصليه صراحه هذا مو شايف، انعاش هون ناجح، خلاف، هذا مو هون انعاش نحكي، ناجح. هون الخلاف نحن بيناتنا، شو هي الحالة اللي بيرتضيها هو وأهله؟ لأنه في ناس بناء على معتقداتهم الدينية الاجتماعية بالنسبة لهم البقاء على قيد الحياة طالما دماغهم شغال وقلبهم شغال، رغم أنه هن بحالة يعني سب كونشس وهن موجودين عندك على المنفسة، هي بالنسبة لهم حياة وبدهم يستمروا فيها للاخر، ونحن لازم نحترم هذا الشيء. مو دورنا نحن نقول انه هذا صار في تايم ولا لا، ولكن اذا انت عارفان تماما انه صار في عنده اذيه دماغيه شديده وانت متوقع انه فعلا هي رح تنتهي انه هو يتوفى بعد فتره، فوقتها ممكن اقول لك ممكن نحكي اذا هذا في تايم ولا لا. طيب انا راح اضرب المثال الثاني، قصور عضو ثاني مهم جدا هو قصور القلب. قصور قلب متقدم، نسبه الايجكشن فراكشن اقل من 10%، نسبه عمل القلب اقل من 10%، هذا المريض ما عم نقدر نطلعه برا المشفى اصلا، لانه دائما لهته وبيطلع من هون بيرجع من هون، ما عنده القلب تبعه مو شغال. صار عنده قصور كلوي او صار عنده قصور كلوي حاد، هل الغسيل بهالحاله فيوتايل كير ولا ما فيوتايل كير؟ الغسيل مهما عملت ما حيرجع له قلبه يشتغل. هل راح يرجعوا للحالة اللي هو كان عليها قبل الغسيل؟ ممكن لا، ممكن ايه ممكن لا، لانه انت السبب، لانه سبب الكليه توقفها عن العمل انه القلب ضعيف، فهذا الغسيل بيشتري وقت لحتى انت الكليه تتحسن، القلب يرجع يتحسن. نحن واثقين تماما القلب خلص ما حيتحسن، هذا قصور قلب نهائي بنسميه. طبيب القلب بيقول لك انا باليا تفكير هذا المريض. فهل لو صار هو على الباليا تفكير حطيناه، او هو يعني خلاص احنا عارفين انه هذا طبيب القلب قال ما عاد فيني اعمل شيء يا جماعه، فهذا المريض لو انا صار معه قصور كلوي هل لازم اغسل له؟ انا مار عليه الحاله بالمناسبه، عم بحكي لك حاله حقيقيه يعني. نعم. يعني لو ما نقصة كبيرة وأخلاقية خلافية شديدة ما كنت طرحتها يمكن أنت بهذا النقاش. بالنسبة إلي أنا راح أرجع أسألك سؤال بطريقة ثانية، هل الغسيل راح يرجعه للحالة اللي هو كان قبلها؟ أنت عم تقول لي ما راح يرجعه، وعم ما تقول راح لي يرجع. إنه هو هيك حتى رغم الغسيل راح يستمر بالانحدار وبعدها يتوفى، وقتها بقول لك فهذا علاج هي ما راح يحقق الوفاه مو الهدف بايد مطلوب. وايدك باسل، بس ليش انا اعمل لك اياها؟ لانه انت لما انت مريض قلب مثلا، مريض احتشاء عضله قلبيه، بتعمل له قسطره، بتعمل له جراحه قلب، بتعمل له شيء بتصلح له قلبه، بيرجع بيتحسن القلب، بتتحسن كل اعضائه بما فيها الكلى. بس انا بهالحاله انا واثق لانه القلب خالص الكلى ما حيتحسن. فهل بهالحاله اطاله عمره بالغسيل بساعات حيكون مجدي ولا فيو بهيك تايم؟ حالة مانو، إذا عم تقول لي إطالة عمره لساعات وهذه ايام إجا احيانا، ايام خلينا نكون صريح معك، مش ساعات، ايام. يعني هو ما عم يموت هلا، بس هو اذا ما غسلت له حيموت خلال 6 ساعات، واذا غسلت له ممكن 5 ايام مثلا. إذا الغسيل هو جسر إلى مرحلة أخرى رح تنجح، بقول لك إيه. إذا غير لا، إذا عم تقول لي أنت لا ومانو جسر لمرحلة أخرى ممكن تعالج فيها المريض أو تبقيه على قيد الحياة بشكل أطول لفترة، يعني ممكن الناس الشخص الطبيعي يتقبلها، وقتها بقول لك إنه هذا فيو تايم. جميل. هلا هو في كثير حكي بينحكى بالفيوتايل كير، بس انا يعني ربما يعني اذا لاحظوا المستمعين زملائنا حياتي انا وياك مو متفقين تماما، وهذا سبب انه هي اف وورد، هي كلمه صح حقيقه نلجا لها نحن كاطباء مشان نغطي حالنا، بس حقيقه
اذا المحامي تبع المريض ابن حلال هيمسك في المحكمة صراحة. صح، لأنه دائما ممكن تجيب 100 طبيب إلا ما يطلع لك واحد مخه شوي إنه متطرف ويقول لك لا يا أخي هذا المريض كان ممكن يعيش. تمام. هلا هو يمسك مو دائما بالعين. حياته موت، مشان نكون صريحين، بس يعني هي نعم، حياته موت هي اقصى شيء ممكن يتعرض له الطبيب يقرر بهذه الحاله. صح. بس بدي أقول لك كلمة كمان. لاحظ بكل حوارنا نحن ما قلنا معاناة، ما جبنا سيرتها. ليش؟ لأنه المعاناة هي شيء كتير سبجكتيف وكتير شخصي وكتير تقاس بعدة أمور، ونحن كأطباء وكأخلاقيين بنقدر لما المريض بيقول معاناة، ولكن نحن ما بنفترض معاناته. تمام. هل هو نقاش ثاني هذا الموضوع، انه انا ما بدي اعالج مشان ما ازيد المعاناه، اللي هو الكواليتي فيرسس الكوانتيتي، فهذا نعم، موضوع حلقه ثانيه ان شاء الله الاند اوف لايف. إن شاء فانا اللي الله. حابب بس من هذا الفيديو اللي وصل الحكي، رغم انه ما وصلنا لشيء متفقين عليه انا وياك، بس انه ولا رح وصلت نوصل، الفكره. ولا ايوه، جمعيتنا رح توصل. اي انه الغايه انه توصل الفكره للزملاء، انه شو هي الفيوتايل كير وقديش صعب انه تطبقها بالحياه، وانه لازم تتعامل معها. ما فينك تقول لا انا ما عندي شيء اسمه فيوتايل، لازم تعترف بوجودها وربي يحميك. يعني ما بس عد حاولنا. للعشرة أو حتى للمليون قبل ما تطلق على شغلة، تطلق على شغلة إنه هذا فيوتايل كير. ايه بس اتمنى ما توصل قناعه انه لا انا حاحسبها من قاموسي الفيوتايل كير. لا 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 الفيوتايل لا كير لا، موجوده، موجودة. بس بدها بحاجه لخبره كبيره وبحاجه لمشاوره عده اطباء، ودائما الواحد اذا كان هو يغلط بالعلاج افضل ما يغلط بعدم العلاج حقيقه. يعني اذا انا اخطات انه تو اير ان ذا رايتس، انه اني انا معالج وما يستفيد المريض، احسن ما اغلط بان انا ما عالجت وكان ممكن يستفيد. انا هيك صحيح، كمان اكون سيف، يعني مشان اكون ما وصل الرساله الخاطئه صراحه. خير. طيب اخي النقاش على طويل، اسئله. هو يعني نقاش طويل. انا ما اظن غطيناه كاملا، بس انا لا حبيت لا انه اضاءه سريعه لانه الوقت صراحه ما مو بصالحنا، فاتمنى انه احنا صحيح، قدرنا نوصل ولو اضاءه على كلمه فيوتايكل اف وورد تبعنا. وان شاء الله يا رب منتابع. انا اظن الحلقه الجايه حتكون عن الاند اوف لايف، اللي هي نوعا ما لها علاقه بالفيوتايل كير، فان شاء الله بيكون في نقاش جميل وبيعجبك. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله يا حبيبي، اخينا باسل، وان شاء الله الف مبروك مجددا على المنصب الله يبارك الجديد فيك، وعلى الشابتر الجديد بالجمعيه، وان شاء الله يا رب نتابع معكم الاسبوع القادم. الله يخليك، الله يسلمك يا طلال، بأمان الله. يلا، سلام عليكم. وعليكم السلام.